بدنا كوبين أرز تايجر منقوع لمدة ربع ساعة، 4 أكواب من الماء، كوب ونصف الكوب من السكر البني أو الأبيض من سكر الأسرة، بدنا ملعقتين من ماء الورد، ربع ملعقة مستكة مطحونة، كوب جبنة مشللة أو عكاوي اللي عندكم، وكوب جبنة موزاريلا وشوية مكسرات للزينة إذا وجدت. عندي هون رز تايجر حبة قصيرة، عملت له عملية نقع ربع ساعة، بعدين أضفت عليه كل كوب بده بعد النقع بربع ساعة بده كوبين من الماء. أوكي. حتى إيش؟ هيك ينطبخ والرز لهلط. ينهرس يعني عليك. شو شو المصطلح؟ يهلط. لا لا الثاني. يلهلط. يلهلط. حتى الرز يلهلط. الله عليك. مصطلح عجبني كثير. نأخذ الرز مباشرة اللي مستوى الأخير، وشو منسوي؟ باجي بخلطه بالخلاط وبطحنه. إذن الرز نقعناه ربع ساعة. تمام. يا سمير يا حبيبنا، وبعديها شو سوينا يا سمير؟ استوى الرز، أضفنا له المي واستوى، فرمناه بالخلاط الكهربائي. الآن راح أضيف السكر الأسرة من شعبان، وراح أضيف المستكة. ضيف سكر بني طبعا. طبعا. المستكة. نعم. الله. نبدأ نخلط فيه، وبعدين راح نضيف الجبنة وماء الورد، وفرجيكم كيف هالوصفة الرهيبة إن شاء الله. بعد ما عندي هاي، شوف كيف الرز قاعد بغلي. الآن بدي أضيف الجبنة. أنا هون اليوم استخدم جبنة عفوا صح، جبنة المشللة. ممكن تستخدموا جبنة عكاوي أو حلوم، أي نوع من الجبنة اللي بتذوب. عندي كمان جبنة الموزاريلا، بدي أذوبهم يا سمير مع بعض. تمام. أوكي سمير، هذه حلاوة الجبن اللي مرتبة. بدنا نتأكد إن الجبنة ذابت منيح منيح. شايفين يا حبايبنا؟ بلش عندي الذوب. انتوا شايفين؟ طلعوا كيف بدأت الذوب. رايح ألحقهم الآن بإيش يا سمير؟ بماء الورد. مباشرة. هون حلاوة الرز صارت جاهزة. كنت أحكي لسمير هذه حلاوة الروح. سمير؟ والله. هي جاهزة. الآن شوف كيف سمير الجبنة طلع كيف إلى مفعول. طلع. الله. شايف الله. سمير؟ الله. الآن شو بنسوي؟ بدي أسكبها يا سمير بصحون وهي سخنة طبعاً. مش لازم أتركها وهي تبرد يا سمير. شايف سمير؟ شوف الجبنة كيف طلع، الجبنة كيف عم بتمط.